أهلا وسهلا فيكم بمخلوطة بودكاست by myself your host Nino Fenianos aka King Naim aka Nino Seros aka الفيسا بابا aka خلاص هون النهاية. مخلوطة رح يكون بودكاست feel good inspirational podcast رح نحكي فيه عن السبار music art food. ما رح نحكي politics فلسفات خلاص تعبنا منهم الأخبار. عبالي كنت غير شوي جيب شي fresh على لبنان والعالم العربي subjects ما كتير نحكي عنهم ما كتير نعطيهم أهمية. مخلوطة إذا أنا فسرها هي طبخة بتعملها ستك بالبيت يعني بلبنان خاصة وطبخة طيبة كتير. هلأ مش رح كذب عليك فيها شوي تضريط بالليل. هلأ أهم شيء ما تعبيهم بالحاف يعني هو لما تفطس صاحبتك أو مرتك حدك يعني تفطس مرة بس من ما تخليهم جوع عرفت قصدي. بس it's طبخة it's a very healthy dish easy to do كلها حبوب full of proteins full of health شوي مثل هالبودكاست. ومخلوطة in English means mixed وأنا حياتي انخلطيت كتير يعني انخلطت بين السبار ميوزيك شوية ميوزيك يعني كبكبنا شوية من شمال كوميدي خاصة مثل هلأ بقى كنا عملي هيك خلطها بشي طريقة معكم أكيد. والعالم بيعرفوني already في عالم بيعرفوني من الكوميدي تبعي مش عالم بو كل العالم بتعرفك يا بو كل لبنان بيعرفك يا بو شو عم تحكي أنا والبابا معروفين وانت منعطيك شوية يعني كل لبنان بيعرفك شو عم تحكي يا زلمة شوية ناس يعرفوا. لا في ناس بيعرفوني من السوشيال ميديا وكان عبالي شوي احكي عن حالي لانه I'm the host of this podcast. كان عبالي احكي عن هيك بوينت صغير انه في عالم بيشوفوني على السوشيال ميديا بيفكروا انه this is the real me مش the real me انه this is who I am بس actually ماني على هذا العالم ما بيعرفوه انه I'm an introvert يعني انا بالحياة I'm an introvert بستحي كتير يعني في اظهر عشا مع ناس ما كتير بعرفهم في ما احكي كلمة ولا كل الليل يعني وكل العشا ما احكي ولا كلمة لانه ام بستحي this is who I am. هذا العالم اللي ما بيشوفوه on social media بيشوفوا انه يلا واحد عم بينكت وهيك بيضل هيك كل حق انه كل الوقت he's like what he's doing on social media which is wrong يعني social media لقلي it's an act it's a getaway اذا فينا نقول هيك لفش خلقي بطريقة. و العالم sometimes they judge too quickly بيشوفوا شخص على السوشيال ميديا they judge him انه هو هيك ومثل ما قلت قبل بس هذا مش مزبوط يعني شوفوا تعرفوا على الشخص قبل then I think you should try to judge him after that or don't judge him at all. عرفتوا كيف؟ اوكي بس انا وصغير كمان كنت شوي out of society لانه عشت بعالم مثل ما قلت قبل السبار عشت بعالم التزلج سكي وتعلقت كتير بهالعالم وما كنت بالمدرسة يعني ما اتعلق بأصحابي بالمدرسة ما تفهموني غلط كنت حبهم كتير وهن يحبوني كتير I think I was respected and loved in school بس ما كنت اظهر معهم بعد المدرسة يعني كنت خلص ضل راسي بالسكي وبدي اطلع الجبل واتمرن وكتير كان عندي passion للسكي وبتصور عتيد كل شيء I gave everything I got to the sport وهذا اللي خلاني أوصل لمرحلة بسكي يعني ربحت كذا بطولة لبنان عملت World Championships as a kid يعني كان عمري شي 12 years old عملت World Championships بإيطالي بعدين سافرت كجونيور عملت World Championships وكمان يعني هلأ آخر World Championships عملتهم هولي لا كمان هولي أكبر شي ضد the best skiers in the world يعني كأنه أنت عم تلعب فوتبول مع كريستيانو رونالدو أو مع ميسي أو عم تلعب باسكت ضد لبرون جيمس it's the same thing بس أنا كنت يعني ضد سكير اسمه مارسيل هيرشر اللي هو he's considered now the greatest skier of all time وهذا experience بتعقد وكتير كنت افتخر سافر ومثل لبنان كنت كتير انبسط مثل لبنان انه أنا من لبنان لأنه بلد صغير وما بيعرفوه برا كنت ضل انبسط خبرهم ويجوا على الأمريكان مثلا ما بيعرفوا شي يعلم انه شوفوني عم بنزل World Championship بسكي ونحن شو لبنان فكروه you know, you don't have that it's not only desert you have mountains you have snow قعد فسر لهم ساعة انه we have big mountains and good mountains ونعمل سكي we have the sea 30 minutes بتعرفوا هيدي بس كتير كنت كتير انبسط احكي عن هالشغلة. هلا وصلت بسكي كمان اكيد من وراء الباشن تبعي والحب للسبار بس هذا الحب اللي كان عندي للسبار والباشن اللي كان عندي هالسكي اجت من اهلي اللي وصلوني اللي دفشوني اوصل لهالليفل وضل كفي بسكي وبتذكر يعني بي
هيك كان يحملني انا وصغير، كان عمري سنتين كان يحملني، بلشت كي عمري سنتين انجا ما بمشي يعني، كنت يحطني هيك على التلج هيك لحس احساس التلج او الماي، حتى سكي على الماي. وبعدين امي هو الايام بتذكرهم كتير منيح، كنت وعينا 6 على بكره بنص العاصفه، كبس التلج وهوا، امي توعينا يعني تسوق بنص العاصفه بدها تطلعنا نعمل سكي لثلاثه وشو عواصف ولا بشرفك، نبكي نحن وطلعنا بالقوه يعني. بس هذا اللي كنا نحبه بالاخر يعني، وهذا اللي تعلقت فيه، وكان عندي مثل ما قلت فاشن يعني للسكي وللرياضه بتعقد. هلا كمان كان عندي سبونسرز كتير ساعدوني بعدين، لانه السكي بركي في عنا ما بيعرفوا هالشغلة، بس السكي it's not very accessible للكل، it's a very expensive sport، خاصة إذا you're competing يعني بدك تشتري سكيات وبطاط وكل سنة تغير سكيات ومليون شغلة وبتكلف كتير و it's not easy. بقى أنا I'm very grateful إنه قدرت أعمل هالسبار، لأنه كمان كانوا أهلي يشتغلوا بسكي، يشتغلوا بهالشغلة، تعليم وكل هالقصص. بقى كان عندي حظ انه اقدر اتمرن وكفي بهالسبور، ولانه انا عملت سكي وسكي اتس ان اكسبنسيف سبورت، بتشوف شوي الهاي كلاس بيبل يعني الناس المرتاحين معهم مصاري شوي يعني السفابا شوي، وكنت ضل حب انا اقلدهم انا وصغير، ضل حب نكت عليهم اتمسخه، لا مش اتمسخه بطريقه تقيله شوي يعني، كانوا اصحابي بذات الوقت، بس انه هيك اتساءل عليهم وقلد، كنت كتير حب اقلد. ومن انا وصغير من المدرسه كنت كتير شيطان يعني، عملت 3 مدارس، انشحطت من 2، سقط صف ويكبوني مرات الصف ونكت ويفقع ضحك الصف كله وجنوا الأساتذة. هلأ كانوا الأساتذة كتير يحبوني، كانوا يقولوني مهضوم انه بنكت، بس I'm respectful يعني، ما كنت سب، ما كنت بلا مربى، كنت نكت هيك يعني سليس بس لضحك الصف، بس اخي شي خلص يبجوا يعني ما يقدروا يتحملوني قد ما بيهوج الصف من وراي ومن ورا نكته ويتضحك، يكبوني برا، بس يكبوني برا هن عم يتضحكوا، هيدي الشغله اللذيذه. بس مثل ما قلت قبل I was back then an introvert يعني كنت استحي يعني، كل ما غير مدرسه او اسقط صف فوت على صف جديد ابقى جماعتين 3 شهر ما افتح تمي يعني، ما احكي ولا كلمه، I was very calm. بتصور كان البرين تبعي عم بجرب يحلل كيف جو الصف وكيف الهيومر وكيف الأساتذة وكيف التلاميذ، لجرب فوت بطريقة ما كون تقيل يعني، هيك كب نكتة بعد شي جماعتين يضحكوا شوي، اوكي هيدا حاجة كأنه عم بعمل ستاند اب بس للصف يعني. ومثل ما قلت كنت كتير رايق بالأول، هلا بعدين قفلت اكيد اتعود، بس هيدا الشاينس اللي كان عندي اياها من انا وصغير. وبتذكر هلا لما كبرت شوي ولانه سقط صف كنت روح على كنت اقدر روح على المدرسه بالسياره، كان عندي وقتها رونو 4L بتغير فيتاس هيك بالتابلو كتير مهضومه، عملت كتير فيديوهات فيها هيدي. بقى كنت سوق دائما روح على المدرسه فيها وهيك، وبتعرفوا الاحساس لما تخلصوا مدرسه تخلصوا نهار يعني ومبسوط كتير، عندك هيك هالهاي انه مبسوط من انه خلص نهار او جاي الويك اند وراجع بالسياره، وانا سيارتي يعني ومبسوط وعم غني وصرخ، بتعرفوا بدك تفش خلقك بشي ظهرت من الصف يعني. بقى كنت ضل نكت وغني وصرخ وعامل شو ما كان بالسياره، وهونيك نهار قلت هيدا كيف بلشت الكوميدي تبعي اذا فينا نقول، هونيك نهار قلت ليه ما بحط كاميرا بالتابلو، جو برو كان الجو برو بلش وقتها، ليه ما بحطها بالتابلو وبلش صور وشوف ببعتها لاصحابي وشوف. واول فيديو عملتها ايادت فيها غياث ليبرا اللي بيعلق على الباسكت، حطيت كاميرا قلت يلا ابعث لهم اياها، تسديده ثلاثيه فادي عم بيعمل مباراه كتير كبيره اليوم، 36 نقطه لفادي الخطيب يعني شوفوا بالاعاده شو قوي يا فادي. عملت هالفيديو بعتها لأصحاب تضحكوا شوي يعني، هن بيعرفوني بقلد يعني، بس انه هيك على الجو برو بالديركسيون وتغير فيتاس هون ضحكوا روني فهد بس هدن على الارك، لا 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 ما معقول روني فهد اليوم، قلت يلا ليه ما معه واحدة تانية يعني، عملت وقت الوز اللبناني، قلت الوز اللبناني عم نحط لكم اياه. هيا موديل اسم الله بتبيعها؟ ما بتبيعها؟ الله يبيع الضربات حبيبي. بعدين هونيك نهار برجع من المدرسة، وكان في وقتها دائما كنت فكر شو فيها اعمل هيك شيء ريليتابل
للعالم كله مش بس لأصحابي، لأنه غياث إنه معروف بس بعالم الباسكت أو حسب يعني ما anyways. فكرت بشي ريليتابل، ذكرت غنية أديل اللي كي كانت هيلو اتس مي شي هيك، قلت معروف كتير غنية، ليه ما بعمل شي مهضوم عليها. حطيت أنا ورجع حطيت جو برو، أخذت تليفون بلا هلا بنحط لكم إياه، وبلش صور. وأنا عم صور عم بخترع شو بدي أقول يعني بالثانية زيتها. وإذا بتلاحظوا بالأدت هلا بتشوفوا بالفيديو بالأدت حطت سلو موشن، يعني ما كنت منيح بالأدت وبعدني يعني ما بعرف أعمل أدت مزبوط، حطيتها سلو موشن بس ليصيب التايمينج بين هي كيف عم تحكيني وأنا عم برد عليها، أنا على البحرية عم جاوبها. ألو هلو It's me. مين؟ Hello. How are you? ميح ميح. Do hello from the other side. أي other side؟ أنا على البحرية. أي ميلي؟ عادل؟ عادل بنت الجنوب؟ أهلا. وين ايامك يا عمي؟ هيدا الفيديو بعتها لاصحابي على جروب واتساب، تصور كان بعد كان وقتها بلش واتساب. فقعوا ضحك، فقعوا ضحك يعني، بعتوا لي ها 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 طويله وماتوا ضحك يعني. انا قلت لها هيدا الفيديو بدها تعمل شيء، نزلتها اون ماي فيسبوك اكاونت، بس كان فيسبوك عادي يعني ما كان عندي فان بيج، كان فيسبوك تبع النورمال اكاونت يعني. وانستغرام ما كان كتير بلش بعد، حطيتها على فيسبوك وعادي. I have a few friends، بس راحت فايرل، راحت فايرل بنهار واحد بجد، كان عليها شي 500-600 شير وقتها، كانوا سوبر كتار على فيسبوك يعني، وجنت العالم عليها. انا لا 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 لازم بلش شي، عبالي بلش شي، انه بحب انا، لانه كنت حب ضحك الناس وشوف الضحكة على وجه الناس هيك، ضل انبسط ضحك الناس، كان عندي هالشيء، كان ضحك اصحابي بالصف، بس كان عبالي كبر يعني كبرها اكتر، شوف ناس اكتر عم يضحكوا. بجت هالفيديو وهي بتصور طلقتني شوي، قلت خلص عبالي بلش شي، فتحت عملت فان بيج تانية، جات حطيتها لغنية أديل لانه كانت على هيداك الاكاونت، وكمان it went viral on the other page. وقلت انا راح كفي، عملت تانت ايفون وقتها ومشيت، it was a pretty nice video، كمان it went viral. ايه رندا اشتقنا لي يا الله، كيفك انت؟ انا منيحة قلعاني هون بالعشقة بجوني يا الله، صار لي ساعة واقفة وحلة. ايه انت كيفك؟ كيفون جانسون وفينيندا؟ ايه لك اسكتي رح حفي المانيكير بديكير لك حل عني العمى ما اسألك. ايه رندا انا حضرت للرواليون بارح، روعة رندا، روعة روعة من الروعة، تلفين شوية نوال باريما شوية نوال، يا الله شو انبسط فيكي، يلا بامسك انا باي باي يا الله. ايه جوزيفين دخلك بيقولوا جوي نوال وباريمان بزيت؟ آه أنا قلت لها لرندا جوي نوال باريمان بزيت الجملة يا الله لك آخر همة شو بدي فيها أصلا، قلت الدم هيدا إيه، يلا باي. وفيديو تالتة رابعة، بعدين عملت فيديو ما كتير مشيت يعني، بلشت شوي انزل، بتعرفوا لما تعملوا فيديو اثنين ثلاثة وبالكم بلشين عندكم هالإنسبيريشن، بعدين بتصيروا تفكروا كتير وهي بتزبط هي ما بتزبط. عملت فيديو ما أكلت أبدا يعني، نزلوا فيه الهيترز والهيدا ما بعرف ليه، باي ذا واي في عالم بكبوا سم على السوشيال ميديا، مش رح نحكي عن هالموضوع غير مرة، بس ما يعني علقت بمحل وين ما عم ب it's not going viral وعالم زهقوا شوي هيك. بس قلت لا انا بدي كفي، عبالي كفي وبجد ضل جرب. هذا اللي كان عندي براسي. مره نازل من تمرين سكي وعم بحكي خيي، قلت بدي ابعت له فويس عن a new character اخترعته. ببعت له فويس كنت عارفه شغله عن خيي، خيي نوع الناس اللي ما كتير بتضحكوا يعني ما بيفقع ضحك، بيبعت لك ها 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 او معقول يبعت لك مقالة عازم بيترقك فيها هيك يعني.
بعت له فويس هذا النيو كاركتر وفقع ضحك وخيل يفقع ضحك لا يبعت لي ها 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 انا قلت لا ها 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 يعني بدها توصل لي محل وهذا الفويس كان اللي فيه سبب بقى حسيت انه فيه شيء لذيذ وقتها عملت اكسيدان كبير بسكي فت بناس كسرت ركبتي كسرت ايدي هيك وما كان عندي شيء اعمله لانه بدي افكر بالفي سبابا هونيك نهار لبست بدله قلت بدي انزل على الرونو وصورها بالبدله ما كنت مرتاح بالبدله شلتها تاني نهار فكرت اكثر بس تيشيرت نزلت على السياره اخذت تليفون ايه يا ابو اعباك لا ما كان في اعباك بس نقول ايه يا ابو انا بما عمشو عم بشرب كيس ويسكي مع صاحبتي الدبل بلاك انا محط لكم كل الفيديو وقتها كنت كاسر ركبتي وايدي وفوتت من المسحن وانا كنت بمشكل بيو كسرت لي 25 باونس وقعد بيو بتاج سان جورج وقعد بتقلق جوده ايه برو وانا حبيبي اخبارك ايه انا هون بمرميش عم بشرب كيس ويسكي مع صاحبتي دبل بلاك تعرف ايه بو شو معي مال بار شو معي لكن ايه لك ايه دي غامة دو تعرف هدي بيجي معها بلاكات مجلس نواب تعرف اذا في شي حاجز معها ده القطع ده الصع له خيب اخي غمي ايه اخبارك انت ايه تشيلين كيلينج ايه شو معك انت المازيغاتي او لاستين مارتين المازيغاتي بشويك حبيبي انا اللي غمي بابا 240 شوفو زيادة ايه عندي 450 شوفو توين تيربو خي شو بدك ايه يا ليك انت حكي ميليسا فانتيسا انا بحكي كارولينا وكارينا و خي حجز دولة دوان 45 شخص بشرفك نزل شامبين وما شامبين بليز خي ما تعملي مشاكي بليز بشرفك برو ايه اوكي 100% جي كون هيدا لا جي كون يا خي مشكل بيو خي بتعرف كسرت لي شي 5 باونسر يا خي واحد اوبيتال غزة واحد اوبيتال ابو جاودي واحد اوبيتال سان جورج كسرتهم مان شو بدي اقول لك ايه انا ماشي كسرت ايدي اجري كم شغلة بس سا باس يعني بتعرف ايه طيب احكيني لو خيي زعتر روزيت و حلو بيكن يعني انت بتكوني تعرفني اوكي برو انت هاي دوين جود everything good اوكي يلا احكي ونرجع احكيني اوكي برو يلا اشتبراس يلا باي مادو باي ونزلت عن سوشيال ميديا وقتها وانا ما عمني انه شو رح يطلع كاركتر جديد قدي رح حبوه قدي ما رح حبوه هو تقيل يعني في سبب كتير تقيل وكيف بحكي تقيلة يعني مزعج يعني اذا فينا نقول نزلت on my fan page كانت بطيئة شوي لأنه بتصور كانوا people are trying to relate to this character وإيش شو مزعج وإيش شو تقيل بزيت وقت عم بيضحك وسلس وفجأة بجت بج في سببها يعني it went crazy قدي العالم حبوه وقدي العالم هيك انتقدوا لأنه بدهم ينتقدوا بشي طريقة بدي يتمسخروا عليه بس مش عارفين كيف وانا طلعته لبرا هالكاركتر ونفلش يعني وين ما كان بالعالم يعني قالوا لي بباريس ناس عم بيردوا على التليفون ايه يا بو بامريكا ايه يا بو كل لبنانيه وهذا بتصور الفي سابابا اللي عن جد يعني اسف هلا معروف الفي سابابا انا اللي بشوفونه على الطريق بو اباك اسم نينو ما اسم ايه بو اباك اخبارك منا عائلتي منا اسم فينيانوس عائلتي عرفت كيف بس لا بيسموني ايه بو ما بيعرفوني غير هيك بس انيويز هذا الفي سابابا هو اللي طلقنا إذا فينا نقول أكتر وأكتر غير يعني أديل كان شيء صغير بعدين صار تكبر أقول في سبابا بتصور طيرني أكتر شوي وهيدا كان إذا فينا نقول ملخص عن my life as a skier my life as an athlete رح أجي أعمل episode نحكي عنه بالتفاصيل أكتر شوي بس يعني مثل ما شفتوا أنا كان عندي path بحياتي different شوي عن ال usual Lebanese فينا نقول اللي راع المدرسة رجع راع الجامعة أنا ما خلص جامعة قدرت خلص الجامعة راع الجامعة راح فيت corporate life وبزنس وهذا ما قدرت وحسيت إنه هذا مش أنا إنه ما بحب هالشغلة وما عبالي فوت فيها وما أني مرتاح فيها بقى إذا أنت عم تحضر هلا و you're feeling the same way إنه ما أنك مرتاح بشو فايد فيه شو ما قالوا لك أهلك أصحابك إخواتك قالوا لك شيء أنت منك مقتنع فيه بدك تشوف أنت بشو مرتاح براسك in your own life شو عبالك تعمله fucking do it bro fucking do it ما تفكر يعني إذا الشغلة عم تجيب لك satisfaction خاصة إذا you're young وعم تجيب لك أكتر satisfaction من غير شيء go for it ما تفكر مرتين لأنه
يعني انا اذا فينا نقول اللي عملتهم سكي والكوميدي ما جابوا لي يعني فاينانشلي ما ساعدوني. سكي بلبنان ما بجيب لك شيء، اخذت ميداي هونيك، ميداي تنك وكوب تنك كمان، والكوميدي انه فيك بيناتس يعني ما فيك تعيش منها. بس اللي جابوا لي هول اثنين مصاري ما فيها تجيب لك اياهم، يعني اكيد مصاري بتنبسط فيهم مرات، بس اللي جابوا لي الساتسفاكشن والفرح وانه الهابينس اللي كان عندي اياها من السكي ومن الكوميدي، وقد ايه فش خلق وقد ايه ضل مبسوط من ورا هول الاثنين، عن جد اتس برايسلس. بقى if you feel different don't worry just go، يعني عمول انت شو مرتاح فيه مثل ما قلت، و I think that's it. يا هذا اللي فيه قلك اياه، مش رح كفي اتفلسف عليكم يعني، ماني كمان ما بعرف انا كيفن هارت او يوسين بولت او ليبرون جيمس اقعد اتفلسف ساعه. بس anyways كتير محمس بلش هالبودكاست معكم، عن جد كنت عم فكر بهالبروجي اللي زمان، و through this podcast عبالي كنت اعطي اهمية لأثليتس وناس بلبنان مميزين، يعني عملوا شيء بعقد وما نعطيهم enough credits، بيكونوا عن جد يعني عاملين انجازات جنون ما حدا بيحكي فيهم، ما حدا بيحكي عنهم، لانه نحن ببلد سبار والقصص هيك، حتى الاكل كوميدي ما بنعطيهم اهميه، بنعطي بس للسياسه ولل ما بعرف انا الهبل يعني. بقى كان عبالي احكي عن هالناس، وراح يكونوا guests on the next episode. ومثل ما قلت I'm very excited to start this podcast with you guys ونشوف الفيدباك. و I think that's it for this episode and I'll see you on the next episode with our first guest. بوسكن يلا باي باي هلو باي.